برج العقرب. عزيز العقرب، قد تهتم يوم الخميس بعمل جديد أو تهتم لتحسين الوضع الصحي، كن منضبطا وتجنب التذمر في الأمور. أما يوم الجمعة فالفترة حافلة بالأعمال وبالمسؤوليات وبالواجبات، هناك انطلاق واسع. يوم السبت تحتاج إلى تعاون أحدهم إذا أردت إنهاء عملك ضمن المهلة المحددة، المهم ألا تتهرب من مسؤولياتك. يوم الحد لا تخالف القوانين ولا التعليمات كي لا تطالك عقوبة أو تأنيب. يوم الاثنين مزاجيتك تسبب لك النفور والجفاء أيها العقرب. يوم الثلاث حاذر موقف مفاجئ للشريك وربما تضطر إلى الإشمئزاز أو إثارة الغضب يعني. يوم الأربع تبدو مضطرب، تبدو مرهف الحس أيضا، تشعر بالارتباك والغضب، فحافظ على هدوء أعصابك وكن لين في التعامل مع المعطيات أو مع الآخرين يعني.